هو داخل ودير كاميرا هنا بحال الصدفه وتيصور لنا في رجال الدرك ديالنا اللي قايمين بالواجب ديالهم وبخدمتهم. وكما كتعرف الاخ كريم المغاربه كلهم كيشدوا الطريق وعارفين الخدمه ديال رجال الدرك فوق الشانطي كيفاش دايره، البرد عليهم، الشتا عليهم، كلشي عليهم. في الخارج واحد يبتز لينا حنا صح، يبتز لينا جداربي ديالنا ويصوروا وما عندوش الحق يصوروا. صور واحد دير كاميرا وتيقول له هو طفي طفي الكاميرا والاخر تيهضر معاه بلا. بغيتي نعرف هذه القضيه ديال ما عندوش الحق يصوروا، شي وحدين تيقول لك اودي راه ممكن تصور الدركي او البوليسي الا كان في السيرفيس ديالو ممكن تصوروا عادي، ولكن الا كان خارج السيرفيس ما عندكش الحق باش تصوروا. وشي تيقول لك لا ممنوع تصور، ما عرفنا دابا شكون اللي صرح واش هذا ولا هذا بلونغلي. او شوف عنده النيه ديال باغي يدير هو الريبورتاج ديالو، هذه راه باينه من الطياره، حنا راه ماشي عندنا الكرون، ماشي عندنا الكرون. علاش هو تعصب عليه داك التعصب بحال هكاك؟ سي نورمال، اسمح لي واحد. لا راه فهموا، راه عارف، راه جوندارم هذاك، راه تبارك الله، راه ما باخذ هذاك التوني الا هو تلقى بزاف ديال التدريبات والقرطاس والتير وكذا وكذا، وزاد على داك الشيء ديال البسي وزيد على بزاف الامور، قاري ديال بصح. تحيه كبيره لذاك الدراكي، والله حتى رجوله بالله، قسما بالله الا رجوله. ويجي واحد من لهيه يجي يبتزو يدير ليه الكاميرا ويجي عنده، انت راك مخالف، ملي وقفك طبق معك القانون، ما ديرش ليه كاميرا تجي تبقى تصور فيه. شكون انت اللي غتصوره؟ كاميرا بروفيسيونيل، والله ما تلقى عند شي صحفي هنا في المغرب هذيك بالله في النيه ديالو. شوف شوف خويا، ما تقول لي حتى كلمه، هذاك يا اما كيدير روبورتاج على المخزن ديالنا حنا ولا مدعوم من طرف شي جهه اللي هي معاديه للوحده الترابيه ديالنا حنا، او شي. شوف هذاك ما كانش عليه بعدا يخرج، اذا كان باقي ما خرجش من هنا من المغرب. انا بعدا عجبني غير ذاك ردت الفعل ديال ذاك الدركي الاولاني، هذاك تبارك الله عليه قاري مصواب والاداب وعرف كيفاش يتصرف مع ذاك السائح. ما الدركي الثاني ما عرفش كيفاش يتصرف معاه وبرك على السبان والمعيار والهضره الخايبه. قال لك هذا واحد دخل للباتيسري، قال لي اخويا شحال هاد الكيكه؟ قال لي 80 ريال. قول لي هاد تفرتيت؟ قال لي فابور. قال لي ما فرتشي ثلاثه الله يرحم الوالدين. قولوا لي علاش المعزه ما داتهمش في البحر؟ علاش؟ حنت راجلها اخواني تيغير عليها ما تيخليهاش تنزل البحر. هذا واحد الراجل عنده واحد الولد مجتهد، كل مره تيجي، مره تيجي ب 8 على 10، مره تسعود على 10، واحد المره هو تمز عدا ليه با با، وعندو با بلي الله يخون، الله يشرب الشراب الله يخون، ويزو قال ليه با با، قال ليه راه جبت 16، قال ليه جيرهم وليدي في الثلاجه ديالك. قال لك غاتجي بيك الطاكسي، شي واحد مو في الطاكسي وقف ليه بحال هكا ويقول ليه فين غاتجي، قال ليه غاتجي قد فلان فلاني، ركب السيد تم غاتجي طاق 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 وصلوا فين بغا، هبط ويقول ليه شحال عندك، قال ليه 9 درهم، واش بدا ذاك السيد 10 درهم عطاها ليه. الطاكسيات تشري فاي ما عندي نصرف الصباح هذا. قول لي واخا انت هذيك الدراهم ما ركتش عليها ما شفتش عليها وباش تشا، قال لي ما عندي نصرف، قال اضرب عليها شي كلاكسون. اليوم وكيف ديما ضروري كنتسنى راجلي حتى كيجي مع الخمسة ونص من الخدمة باش يشد ليا ولدي، وغادي يمشي الطيرة الكوزينة نوجد الفطور. هنا أول حاجة غادي دير المسمن معمر، هنا درت جوج كيسان ديال الطاقة. قالت لك تتسنى راجلها حتى الخمسة ونص باش يجي وغادي تمشي توجد الفطور في ساعة ونص. والعائلات المساكن كيدخلوا للكوزينه من جوج لمارت من الوحده وما تيدخلوا للكوزينه وقاتلين مع الوقت ومع الموال ومع هذه ومع هذه، بحرام كيوجدوا داك الفطور مع السبعه وهي ساعه ونص ما توجد فيها الفطور. كيما دير لي هذه ما فهمتش انا ديال الدقيق مع كاس ديال الفينو، وغادي نزيد هنايا شويه الملحه، شويه ديال السنيده، وشويه ديال الزيت مع شويه ديال الخل، وغادي نعجن داكشي كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نوجد الحشوه، نخلي العجينه ترتاح. هنا الحشوه كديرها في اي حاجه، انا درت خيزو مع شويه ميز صافي وزويته، وغادي ندخلو لهنايا الفران. من بعد مشيت رضعت ولدي ونعسو، وعاد باش انا خرجت من الدوش، دوش تحت تدويشه خفيفه دغيا دغيا، هنا درت كريم ايدغاطون تاع هدفي. السيده وجدت الفطور ورضعت ولدها ودوشات في ساعه ونص. واش متأكدة بأنك أختي دخلتي الكوزينة؟ هادو مالو مالو؟ شوف كاع كلهم اللي يحلم ملهوفين على الجوج ما يتزوجوا. ديال امي ما راه بغيتي تجيبي لولدك غير المشاكل والصداع،
خليه يبقى هاني احسن ليه. قمة السعادة يا اختي. سلام على رسول الله مشى ليا الجاي لجا سيدنا محمد الله معاه الجاي العالي هكا البرد. لالا سمحوا لينا ما قلتيش لي كي جاتكم الخريجه خالتي كي جاتك الخريجه زوينه ماما كي جاتك خريجه الصراحه والله عظيم عايش بعزيز يا زوينه قوت ما تفضل الله يصلح نديرش لها بخير لا زوينه اه شبعنا والله الا انا شفت والله ما قديت ناكل شوف البنات باقي داكشي كيف ما هو حمزه تا هو كلاش شويه مشى حمزه مشى هو ودينا بلاتي نوريكم بلاتي شدينا حريوده ايوا راكي كليتي شويه صاحبتي كليتي شويه خالتي تاهي مسكينه كلاتها شويه شويه هي ما كلاتش اه انا ندخل بلا صوب لا صوب زوينه خالتي ذوقي لا صوب هكا قتيها زوينه صوب شينواز واعر والله ما عرفت واش خرجتني من الحبس بصح ولا هادشي قديم والله ما عرفت هاد الفيديو علاش كيت فيه وقيلا ياك ما قديم عرفتش والله ما عرفت اختي انا اخر مره غندي صلايتي للجامع اخر مره اه منتي غادي تقضي لي راسي عاوتاني اش بغيتي عندي خويا سير خليني من الكوزينه متبوخه فيها الله يرحم لك على الوالدين انا ولدك ماشي خوك داك اش بغيتي عندي دابا مال الصلاي مالها اختي كيبقاو يحطوا لي رجليهم على الصلاي انا نبعد رجلي عندك الاجر راه عندك الاجر كيسدوا الفراج راه عندك الاجر وما يحطوش لي انا رجليهم على الصلاي انا نبعد رجلي وما يحطوا فيها في الصلاي على زين نلقاك بحال كثر تصلي على في الدار سير تبرك سير سرعي بوك سير تبرك فصيلتك طيب شير بطبوط يلا سير يلا غبر عليا يلا غبر عليا حل عليا داك الباب وغبر عليا بطبوط يمكنش يدخل الكوزينه وما ياكلش الصرفيقه ما يمكنش ما تسحور انا اخر وحده تلاقات بواحد المره بغات تشكي عليا هاد الايام وقفت قالت لي اخويا راه جي بغا يتزوج وحده وقلت لها راه شوف فين عنده انا كان ماديا قاد يتزوج وحده اخرى ماديا وكذا قالت لي انا عندي مع سته الدراري قالت لي هذوك سته الدراري خصك تعاقبيني تزوج عليك سته الدراري ما كنا سته الدراري قالت لي ولكن الاخرى راه ملغجاح خصي خضرات ملغجاته بالمعقول الناس صحاباتي تعرفوها طلبت انا عاودت لي وحده قالت لي شافتها بعينها دخلها قالت لي هذا تجي ونعطي لي في جيبي قالت لها الشوافه صاحبتي قالت تسمع ليها قالت لها مزوج قالت لها مزوج ما يكون مزوج غادي ياخذك والسلام عرفت خرجوه الكات والكات ما بقاش يقول في الدار ما بقاش يقول يجي يرد داك الشيء تيتقيا يرد تيما خرجك نقول لك راه السحور التوكل اللي عطاتك راه كذا كتيبقى يجبدوا هادشي باش يسلكوا ريوسهم باش تيدافع ريوسهم زعما الراجل مشى عند وحده اخرى تقول لي بغات تكون نقول لك وين وين كي دايره عرفتي كي دايره دايره زعما ديال داك الشينيو ديال داك الشهر ما فهم ما يتشاف صفر هاك باظ تعجبوا فيها انا بعدا ما نقطعش شعري ياك شحال هو مزوج بيا والله ما نقطع شعري ما نبينوش هو شو واش خدا عجبته الطوله لكن فيها حاجه زوينه تدوز ما عجبته الطوله ودوك العينين دين هكاك انا نياتها وما داش فيهم تا كما كان السحور هذا خرز عليه ما حق الله وتيعرف يا خويا قلت العيالات هاك والغلال غلال 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 وات قديس المهمتي الغلا ما عمري ما كنت انا كنعرف هذا الشيء هذا يعني انا ما كنتش كنتقدر صراحه شي حاجه كانوا الناس مكلفين كيتكلفوا الله يجازيهم بخير انا كنخدم على برا كنخدم كنجيب مصروف كنجيب الفلوس هما كيتكلفوا تقداو طيبوا يديروا اللي بغاو دابا ملي وليت كنتقدر راسي سو از ا سينجل مام دابا علاش وليتي كتقدي راسك هي مابقاش عندك الفلوس على تيبان ليا واقيلا سينجل مام الحمد لله سو هابي تو بي سينجل مام ولا ديك الساعه كنتي مجوجه يعني كان راجل كيصرف وكاين كلشي ما دابا انت هي مابقاش الراجل يعني خصك تبدا تصرفي على راسك وخصك تخرجي تقدي راسك وي شو هذا سميتو شحال غزال كيحمق هاد السلهام فيون نديرو ان شاء الله بيانتو اون اكسبوزيسيون ان شاء الله يا ربي نديرو اون اكسبو داكشي كيصاوبو البنات ما شاء الله عليهم داكشي غزال كيصاوبو البنات ما شاء الله داكشي زوين بزاف رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير
شو يدير ليا زعما المصروف غالي بزاف الغلا. انا دابا مع قربت يعني مع كنشتغل بزاف دابا في المجال القروي مع الناس وكشي وليت كنعرف بزاف د الحوايج ما كنتش كنعرفهم شحال ديال الناس شحال كنت انا عايشه في عالم اخر. كنت اوز اوت كنت اوت دابا ملي قربت وليت كنعرف اشنو كاين وليت كنعرف بزاف د الحوايج ويدي ويدي اللي كان كيخسر فلوسو في لي زوطي 5 ايطوال ويلي وحدي مشو نخليو 20 30 مليون في لوطيل ماشي حرام. ودابا كنخرج ويلي ويلي وكلشي غالي ماشي زعما انا كنقول يعني الحمد لله. جينا من الاخر وقولي دخل عليك الزمان وصافي بلا هذيك الهضره ديالها كنت 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 جينا من الاخر قولينا راه من نهار طلقت دخل عليا الزمان صافي كنت عايشه بواحد العيشه فاش كنت مجوجه ودابا من طلقت راه دخل معايا الزمان صافي هادشي اللي بغيتي تقولي بلا ما تبقى تزوق لنا في الهضره وصافي.